يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالمرء يعجز عن إصلاح ما فسدا. أيها المبارك، هذه 10 ذي الحجة، فرصة العمر وغنيمة الدهر. هذه 10 ذي الحجة، أوقاتها زواهر وساعاتها جواهد، فما هي إلا أيام محدودة وليال معدودة. 10 ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي مما خلق ما يشاء ويختار. ومن ذلك خلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الأيام واختار من أشهرها شهر رمضان، ومن أيامها يوم الجمعة، ومن لياليها ليلة القدر، ومن ساعاتها آخر ساعة من الجمعة، ومن عشرها 10 ذي الحجة. يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. وهذه 10 هي 10 ذي الحجة، كما نقل عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. ومما يدل على فضل هذه 10 ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه 10؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد، فأكبره وقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه. أيها المبارك، كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام 10 اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 13، 10 الأخيرة من رمضان، وال10 الأول من ذي الحجة، وال10 الأول من المحرم. فإن قلت: أيهما أفضل، 10 الأخير من رمضان أو 10 الأول من ذي الحجة؟ فالجواب أن ليالي 10 الأخير من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وأيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان. ففضلت ليالي 10 الأخير من رمضان باعتبار ليلة القدر، وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار أيامها، إذ فيها يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. فالله الله في استغلال أيام هذه 10 بكل عمل صالح. ما المال والأيام، ما الدنيا وما تلك الكنوز من الجواهر والذهب، ما المجد والقصر المنيف وما المنى، ما هذه الأكداس من أغلى النشب، لا شيء، كل نفيسة مرغوبة تفنى، ويبقى الله أكرم من وهب. إذا رمت أن تحظى بعز ورفعة بدنياك والأخرى لنيل السعادة، عليك بذكر الله جل جلاله، وإياك أن تغفل ولو قدر لحظة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. أيها المبارك، يجدر بالمؤمن
في عشر ذي الحجة أن يكثر من ذكر الله تعالى ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء وتلاوة قرآن وغير ذلك. فطوبى لعبد ملأ ليله ونهاره بذكر الله تعالى. أستغفر الله، أستغفر الله عما كان من زلل ومن خطأ تخطى بالمصيبات، وليس إلا إلى الله ملتجئي، فهو العليم بأحوالي ونياتي، وهو الرحيم وملجأ من يلوذ به، الكاشف الهم، القاضي لحاجاتي. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه والترمذي في سننهما عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أيها المبارك، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكره سبحانه وتعالى. قيل لمحمد بن النضر: أما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أيها المبارك، يسن للمسلم في أيام العشر أن يكبر في كل وقت وفي أي مكان. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن صيغ التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فأكثروا من التكبير ومن التسبيح ومن التهليل ومن التحميد. لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف لم يلههم عنه تجميع الدنانير، ولم يبالوا بأوراق ولا ذهب ولو تجمع آلاف القناطير.